كلمات، الكلمات او الوورد او التكست مهم ان انا يعني ايه ما اكتفيش بالارقام امثلها، لا كمان الكلمات هتبدا ان انا ايه ممكن امثلها بمجموعه من الصور توضح المعنى بطريقه قويه. فقبل ما نبدا بس تعالوا مثلا نبص على الرسمه دي. طبعا الرسمه دي واضح ان اللي على الشمال صور واللي على اليمين كلمات. طبعا الكلمات كتير والصور برضو تعتبر كتير، بس لو انا شلت السلايد دي من شويه يعني بعد شويه صغيرين وسالتكم تفتكروا في كم كلمه كانت موجوده وفي كم رسمه كانت موجوده. طبعا الانسان دايما بيحس اكتر بالايه بالصور، فممكن يكون عندنا بعض المشاكل في ان انا لسه هركب الحروف وافتكر الكلمه، وبعد ما افتكر الكلمه اربطها بحاجه في مخي انا عارفها عنها. الصوره غالبا بتبقى اسهل من كده، يعني مثلا صوره التفاحه او صوره الكلب او صوره الشجره غالبا بتسيب في الانسان انطباع سريع عن الايه الكلمه، لان الكلمه ساعات احولها وممكن اغلط في مثلا في لتر او حرفين الاقي نفسي ان انا بربطها بحاجه ثانيه، كلمه ممكن ما اكونش عارفها كويس قوي او كلمه ما بستخدمهاش كتير قوي وممكن تبقى محتاجه وقت على بال ما اوصل لها، مقارنه بالصور اللي انا غالبا لو هي صور كومن يعني غالبا بتيجي في مخي بانطباع سريع قوي يعني. فغالبا يعني بعض الكلمات اتس بيتر ان انا امثلها برسم او بايكون، ممكن دوت يسيب انطباع جامد قوي عند المتلقي سريع غير الايه غير الكلمه ذات نفسها. طبعا يعني زي مثلا ما بنقول كلمه هابي، انت لو شفت كلمه هابي بسرعه مقارنه بالوش اللي بيضحك ده والوش المبسوط مين فيهم زي ما بيقولوا ممكن تبقى تسيب في مخك انطباع سريع. او مثلا لو انا كتبت اسماء مثلا العشر افراد وكتبت جنب كل واحد فيهم هابي او ان هابي او يعني نيوترال، او كتبت جنب كل واحد فيهم سمايل ايكون مثلا ايه مبتسم او مش مبتسم، غالبا الانطباعات بتاعه الوش السمايل ده هتفضل موجوده في مخنا اكتر من الايه من كلمه هابي او ان هابي. طبعا كلمه هابي بتحتاج مجهود شويه زي ما قلنا عشان هي كلمه، في بعض الاحيان ممكن كلمه ان هابي او ساد تبقى شويه الترجمه بتاعتهم شويه مختلفه، يعني بعض الاطفال او بعض الناس لما يشوف كلمه زي كلمه ان هابي ممكن ان دي ما يفضلش فاكرها فتمكس في مخه بين هابي وايه وان هابي. كومبيرد مثلا بان حد بسمايل وحد مكشر، فغالبا الناس ما بتغلطش في الايه في الفيشل اكسبريشن يعني او في الايه في التمثيل البيانات عن طريق الايه اكسبريشنز او الرسم. كويس قوي. طبعا من الحاجات الظريفه قوي ان اي حد عايز يحفظ حاجه يفتكرها برسمه، يعني طبعا في حاجه مشهوره قوي اللي هي حته ان انا افتكر اختصارات زي كلمه مثلا سمارت جول. طبعا كلمه سمارت جول معناها اس ستاند فور سبيسيفيك يعني يكون جول محدد، ام ميجرابل يعني نقدر ان احنا نقيسه، اي اتشيفابل او في اكشنز كافيه ان انا اعرف اوصل له، ار يعني ريليفنت يعني الجول ليه لازم ان انا اعمله، وتي يعني تايم او تايم باوندد يعني كانه ليه وقت محدد بقول ان انا هنفذه فيه. فطبعا دي طريقه عشان افضل فاكر بيها الكلمات المهمه. هنا من الحاجات الظريفه قوي اللي هي بيستخدموها في المدارس مع الاطفال الفاولز بتاعتنا، ممكن افضل فاكرها عن طريق الايه فيس بيضحك. الفيس ده طبعا فيه شويه حاجات اللي هي الايه والاي دول العينين بتوع الفيس، والايه والنوز اللي هي الاي، واليو اللي هي طبعا الايه البق السمايل يعني. فطبعا بالمنظر ده غالبا ما بنساش ان هم مثلا ايه خمسه فاولز وان دي الاو الوش الكبير والاي والاي وهكذا. فطبعا دي اللي هي الفاولز. طبعا لو قعدنا فتره نحفظكم او نفكركم بالحاجات دي او ان انا رسمت الفيجر ده غالبا الانسان بيفضل فاكر الفيجرز بطريقه اقوى من فاكر الايه الكلمات والحروف يعني. فطبعا هنا كمثال قوي قوي اللي هو موضوع
الطقس، طقس النهارده مشمس او كلاودي او الدنيا بتنزل تلج او بتنزل مطر قوي. فطبعا هنا غالبا الايكونز بتبقى فيري سترونج، والميكس بتوين الايكون مثلا فيه شمس بس هيبقى فيه كلاود شويه، وكمان الميكس بتوين الايكون مع الارقام. يعني مثلا عايز اقول ان جو هيبقى فيه كلاودز ودرجه الحراره مثلا عاليه، او هيبقى فيه كلاودز ودرجه الحراره مثلا قليله، فساعتها ممكن اكتب الرقم مع الايكون، اكتب الرقم مع الايكون، فكاني بدخل داتا من انواع مختلفه مع بعضيها، فالواحد يقدر يبقى فاهم الدنيا بطريقه قويه عن ان هو مثلا يقعد يكتب ريبورت تكست it will be cloudy Saturday will not be sunny، حاجات بالمنظر ده. فده اقوى بكتير من الايه، من ان انا اكتب داتا وارقام بس. احط الايكونز بتقوي قوي الايه الرؤيه، وكمان الايكون شويه بتلعب لعبه اللي هي الباتل، ان لو في باتل مثلا مش صن ورا بعضيها او صن وكلاود ورا بعضيها، فغالبا ابدا احس اكتر بالداتا لما يبقى فيه تراكم من الايه من الايكونز مع بعض. كويس قوي.